هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في الصلاة أم هذا وارد عن مذهب الإمام مالك؟ شو الإسبال؟ السدل، السدل. طيب السدل، لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم السدل. نعم سدل اليدين، نعم إرسالهما، إرخاء اليدين يعني ترك القبض، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا. وهذا مذهب الإمام مالك، هذا مسألة من المسائل المشكلة عند المالكية أنفسهم، فيها خلاف بينهم، وسبب الخلاف هو كلمة للإمام مالك نفسه في المدونة، وقال كلمة كنا تكلمنا عنها، والخلاف فيها طويل شوية وتفسيره طويل، والذي يعنينا منه أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. والإمام مالك لم يكن يرسل يديه، ليس عندنا نص أن الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه، وكان وقد روى حديث القبض في الموطأ، ودرس الموطأ 40 سنة، ولم يكن لم يزيل الحديث كما أزال كان المالكون كلما عرض عليه الموطأ في كل عرضة يزيل بعض الأحاديث. الموطأ كان كبيرا في أول وضعه، ومات مالكون وقد بقي على هذا القدر الذي نعهده الآن، وكانوا يقولون لو أبقى الله مالكا لأزال عله، كان ما يبقي فيه حديثا. والكلمة مشكلة، لكن الأظهر والأرجح في مذهب مالك هو القبض لا الإرسال. الإرسال هذا إنما يعني يتعصب له كثيرا المتأخرون من المالكية، الحاجب وشراحه وخليل رحمه الله وشراحه، على أن خليل نفسه رحمه الله في المختصر يذكر ما يبين أن المسألة فيها أقوال عند المالكية أنفسهم. مسألة على كل حال.